يبدو أنني أخيراً أصنع شوكولاتة لا نهاية لها. يمكننا أن نأكلها إلى الأبد. يبدو أنه لا يوجد سائل كافي في أنبوب الاختبار. سأضع هذا أيضاً. لا، سوف تفسدين كل شيء. لن أفسد أي شيء. أنظر، من الواضح أن هناك شيء خاطئ في شوكولاتة. إنها تتحرك. واو، لقد حصلنا على الشوكولاتة هكذا. بالمناسبة وجهك مغطى. وأنت أيضا. غريب، حتى الآيفون الخاص بي تحول إلى اللون البني مثل لوح الشوكولاتة. انظر، هذه شوكولاتة. بالمناسبة لذيذة. حقا، مستحيل، دعني أجرب. بالضبط، الشوكولاتة رائعة. إنه ذهب حقيقي. ولدي نفس الشيء. اسمعي، من منا لديه شوكولاتة؟ رائحتها لذيذة، لذلك آمل أن تكون لدي. سنجرب. بالضبط، لدي شوكولاتة ولست بحاجة إلى الذهب. نعم، ربما لدي قطعة شوكولاتة أيضا. هذا يحتاج إلى التحقق. وكيف، هي شوكولاتة، أتحبينها؟ لا، انظر، كل أسناني تكسرت. كيف يمكنني العيش الآن؟ نعم، لكن لا تقلقي، لدي خطة. لا أحد يعرف، لكنني في الواقع طبيب أسنان. افتحي فمك وسأعالجك الآن. لا نحتاج إلى أسنانك، لدي أفكار أفضل. تعالي إلى هنا. أوه، شكرا جزيلا. من دواعي سروري، أنا طبيب بعد كل شيء. دعنا نفتح الأغطية وأعيننا مغلقة. يا له من أحمق. أوه لا، بالتأكيد لن أكل الفلفل الحار، لكن أليكس سيأكله بكل سرور. سأدعه يتعامل مع الفلفل. أليكس، حان وقت الفتح. لدي فلفل شوكولاتة. أوه لا، لدي واحدة عادية. من المحتمل أنها حادة وأنت تعرف ذلك. أما الآن سأتذوق الفلفل الحلو. لدي فلفل شوكولاتي نقي. على ما يبدو الآن لابد لي من تذوق الفلفل. عجيب، إنها ليست حادة على الإطلاق. انظري، بداخلها شوكولاتة. بما أن لدي شوكولاتة، ماذا بداخل خاصتك يا باربي؟ ماذا هناك؟ أوه، فلفل حار. ساعدوني. أنا لا أعرف حتى كيف أساعدك، على الرغم من أنني أعتقد أن الماء يجب أن يطفئك. أوه، إنها حارة، هذا أسوأ. إذا انتظري، سأعود حالا. بما أنك ذهبت، يمكنني التعامل مع الأمر بنفسي. الرشاش ساعدني. أحضرت لك دلوا كاملا من الحليب خصيصا لك. أغلق عينيك. لا. رائع، البوب إيت رائع، يمكنني الوخز بها والهدوء. أوافقك، أحبها أيضا، لكن ألا يبدو غريبا أننا نجرب الاثنين معا؟ يجب أن يكون إحداها من الشوكولاتة، لكن لا يمكنني حتى أن أقدم. انظر، هناك علامة مرسومة عليها. علامة استفهام. لدي واحدة أيضا على الأزرار. دعينا ننقر. الآن هذه مسألة أخرى. الآن ليس لدينا فقط لعبة مطاطية، ولكن أيضا كولا من الشوكولاتة. بالمناسبة، يوجد الكثير من الشوكولاتة في الداخل. الشوكولاتة لذيذة جدا، من الواضح أنها مع الحليب وهي المفضلة لدي. لدي فكرة عن كيفية الجمع بين الشوكولاتة والبوب إيت. اللعبة هي القالب المثالي لصبي الشوكولاتة على شكل رائع وغير عادي. للقيام بذلك أحتاج فقط إلى ثلاجة عادية. انتهيت. الآن لدي شوكولاتة رائعة ولذيذة. اسمحي لي أن أتذوقها. كلا، يمكنني أكلها وحدي. أنت أجلس وأحسد. كم هي لذيذة. بخيلة. على الرغم من ماذا أجلس فترة طويلة، لدي أيضا الكولا. يمكنني أيضا سكبها في اللعبة والحصول على شيء لذيذ. الشيء الرئيسي هو عدم نسيان وضع اللعبة في الثلاجة. ما الذي يمكن الحصول عليه من الكولا العادية؟ الآن سوف تكتشفي. مهلا، هذا مؤلم. انظر إلى ماذا فعلت. لم أقصد، كنت في عجلة من أمري. أردت تذوق مصاصة الكولا اللذيذة. حقا، أعطني لأجرب. بالطبع، أنا لست بخيل.
بالإضافة إلى ذلك هذه المصاصة اللزجة للغاية. أفضل أكل الشوكولاتة بدلا منها. حسناً، بدوني ما زلت غير قادرة على الخروج من أغلال هذه الحلوى. من الواضح أنك بحاجة لمساعدتي. في رأيي كان الأمر ممتعاً. أوافقك. حسناً، لدي صبار. أنا أيضاً لدي صبار. لابد من أنهم شائكين للغاية. مهلاً، هذا صحيح، شائك جداً. نعم، إذن أحتاج إلى التحقق من الصبار وعدم وخز يدي به. بالضبط، يمكنني فقط تذوق الإبرة. لذيذ جداً. هذه ليست إبرة، إنها كعكة لذيذة للغاية. وهذه ليست الوحيدة هنا. الأخيرة. اللعنة، هذه الصبارة لي، لكن آمل أن يكون مذاقها جيد. ببساطة فاخرة. وكذلك أسنانك البنية. تحدث أقل وكل أكثر. صباري حقيقي، ليس من السهل أكله. على الرغم من أن لدي فكرة رائعة. حتى لا تتداخل الأوبر مع طعامي، ما علي سوى حلاقتها. احذر، كل شيء يطير في وجهي. آسف، لم أقصد. الآن صباري أصلع تماماً، لكن لماذا أقدمه إذا كنت أستطيع أن أصنع منه عصيراً لذيذ؟ حتى أن لدي طريقة خاصة لهذا. أوه، هذا فظيع. أريد التجريب، أعطني. اشربي كل شيء. سأمرض. لقد حذرتك، إنه مقرف للغاية. هذا أسوأ عصير تذوقته على الإطلاق. هاي، آيفون جديد. بما أنك تمتلك الحقيقي فأنا لدي شوكولاتة. نعم، هذا صحيح، إنها شوكولاتة 100%. انظري، هذا أول هاتف آيفون قابل للانحناء في العالم، بالإضافة إلى أنه صالح للأكل ولذيذ. هل تعتقد أن هاتفك الخاص بك بشوكولاتة رائعة؟ لكن لا، رائع عندما يمكنني جعل أي ضيافة لذيذة تظهر أمامي. أي شيء أريده سيكون على طبقي. هل يمكنني تجربته أيضاً؟ لا، سأكل كل شيء بنفسي. لا أشعر برغبة في أكل الصرصور على الإطلاق. أليكس، خذ. بالنسبة لصديق، أنا لست آسفة. شكرا جزيلا. أوه، صرصور، أنقذوني. هذا مقرف، إنه صرصور مقرف حقيقي، وأنت تحمله على رأسك يا أليكس. أوه، ماذا؟ أبعده عني. أوه، لقد انتهينا من الأمر. أوه نعم، فعلا. وكمكافأة لدي مجموعة من الحلويات المختلفة. رائع، باربي، انظري، هذه كاميرا حقيقية. اسمعي، صوريني، أريد صورة رائعة لنفسي. دعنا. اتضح أنها رائعة جدا. أليكس، هل يمكنك أن تصورني أيضا؟ أنا أيضا أريد صور رائعة. نعم، هذا سهل. اتضح أنها مضحكة جدا. أود أن أقول أنها جدا مضحكة. مضحكة، دعني أشاهد. اللعنة، لماذا أنا هكذا؟ لقد التقطت صور رائعة لك. واو، هذا ليس وقت الحزن. لدي شوكولاتة هنا. أتساءل كم هي لذيذة؟ هل رأيت ذلك؟ لقد حولت النظارات إلى شوكولاتة. لم أرى ذلك من قبل، بل سأكل هذه النظارات أيضا. لم تترك لي شيء، لكن لا مشكلة. أنا سوف أصنع الشوكولاتة من حذائي. هذه فكرة مذهلة. أعطني قدمة صغيرة من فضلك، أرجوك. سأعطيك الكاميرا الخاصة بي. لا أريد. إذن سأسرق كاميرتك. لا تجرؤ. أوبس، ماذا حدث؟ يبدو أن باربي ثرثارة، لن تقول لي أي كلمة الآن. يمكنني حتى أكلها، لن يحدث أي شيء. رائع جدا ولذيذ.
أنا أحب عملي. يمكنني الجلوس بلا حراك طوال اليوم، أو يمكنني تعلم القتال. مرحبا، جئت لفحص طبي. أولا أعرضي ماذا لديك في الحقيبة. لا، لسنا بحاجة لهذه الأنواع من الأطباء. اذهبي. ما زلت بحاجة للتحقق. إذا كنت لا تريدين لي السماح بالدخول، سأضطر إلى الاطمئنان عليك مع هذه الحقنة الشرية. هيا اخلعي سروالك. أنت تعرفي، لا من الأفضل فحص السجناء. يبدو مريضا، اذهبي إلي. ها هو أيتها الطبيبة، تحققي منه. ماذا؟ نعم نعم بالضبط، معدتي تؤلمني كثيرا. يبدو أنه مريض حقا. لن أنزعج، حقنة شرجية هي مسألة شخصية. انظر أندي، أحضرت لك بطروج. آمل أنني لم أخطئ. ها هو دروجك. إنه ليس دروجك، هذه قطة. لقد أخطأت قليلا، لكن لا تقلق، سأتي مرة أخرى. سوف تأتي، لكن عليك أولا المغادرة. أنا أعاني من حساسية تجاه القطط. لا تخاف، لدي حقنة مع الدواء المناسب، سأعطيك الحقنة. لا تقلق من الحساسية. ليس ضروريا، اذهبي خلف القطة. أنا سأصلح وضعي. الآن ينتظرني طعم لذيذ. أوه، من أين أتت القطة؟ كيف دخلت المبنى؟ أوه، علي أن أطردك، أنا آسفة. هي غادري. ابتعدي. أوه، لقد كشفنا. بينما تستعيد الشرطية وعيها، الشيء الرئيسي هو تغيير البدلة في المرة القادمة. مرحبا، لقد جئت للتنظيف. أولا أحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة عليك، ربما تحملين شيئا خطير أو غير قانوني. لا تكوني سخيفة، أنا عاملة تنظيف. هل تريدين كيت كات؟ أوه، شكرا جزيلا، لكن الشوكولاتة ليست أهم من العمل. ماذا يوجد في الدلو؟ في الدلو لا يوجد شيء. ماذا تفعلي به؟ لدي عشرة منازل أخرى، لا تزعجينني. ماذا يحدث؟ أوه، سأخرج على الأقل، سأنظف. أندي، لقد أحضرت لك دروشكا. وجدت الثلاثة. الثلاثة؟ هو واحد فقط. مستحيل، لقد وجدت ثلاثة أسماك ذهبية. سمك؟ من يسمي السمك دروشكا؟ إنه ليس هو. اهدأ، ستأتي الشرطة خلف أسماك. سأخفيها، لكن أين سأضعهم؟ بالضبط في المرحاض. هناك أيضا ماء، مما يعني أن الأسماك ستكون آمنة وسليمة. ماذا يحدث؟ لماذا الماء على الأرض؟ لماذا أتيت؟ كنت على وشك الذهاب إلى المرحاض. أوه، سنغادر على وجه السرعة. آمل أن تجد دروشكا، بدوني أشعر بالسوء. أفتقد كلبي كثيرا، أتمنى أن يكون بخير. مرحبا، اسمي جيري، وأتيت للتحقق من بعض الأشياء. افحصي حقيبتي. يبدو أن كل شيء على ما يرام، تفضل بالدخول. قف. أولا، هل يمكنك إلقاء نظرة على مقعدي؟ لقد كسر، لا أستطيع تصليحه. كرسي؟ نعم، يحدث كثيرا، كل شيء بسيط. نحتاج إلى لاصق. لاصق؟ نعم. مرة أخرى وضعت السلطات أرخص مصلح. حسنا، لدينا مشكلة مع هذا الضوء. هل يمكنك أن تثبتي هذا المصباح الكهربائي؟ بالتأكيد، بالنسبة لي هذا شيء بسيط. الآن أنا بحاجة لمعرفة كيفية الوصول إلى أندي. بالضبط، للقيام بذلك علي حفر حفرة ضخمة في الحائط. أعتقد أن المطرقة ستساعدني. أوه، جدران السجن أقوى من أي مكان، لكن لا مشكلة، لا يزال لدي هذا المثقب. ما هذا؟ يبدو أننا بحاجة لاتخاذ تدابير قصوى. الآن هذا بالتأكيد سيعمل. ماذا يحدث؟ لا تقلقي، كل ما أحتاجه هو إدخال المصباح الكهربائي.
أخيرا سيرى أندي صديقه. أين دروجوك؟ إنه بالتأكيد لن يتناسب مع هذا الثوق. ماذا؟ هل هذا فأر؟ ماذا حدث؟ من أين أتى هذا الجرس من الحائط؟ قبل فوات الأوان سأذهب. مساء الخير، قبضت على مجرم خطير، إنه لص. هذا النمس أنا بحاجة لوضعه في زنزانة. أوه، الجميع كان يحاول الإمساك به لفترة طويلة. ادخلي، الزنزانة جاهزة. أين موزتي؟ ماذا يحدث هناك؟ جين، لقد أتيت مع دروشكا. نعم، ها هو. هل أنت سعيد برؤيته؟ هذا نمس وليس دروشكا. كيف هذا؟ مسكين أيها الحيوان. لحظة، ماذا يحدث؟ أنت لست شرطيا، يجب أن أتخذ الإجراءات المناسبة ضدك. أين أسلحتي؟ يبدو أن هذا النمس محترف في السرقة. ما هذا؟ هذا ليس جميلا. حان الوقت، نحن آسفون، سنذهب. قفي. لا، لن تلحقي بها، لن أسمح لك. أتعرف ماذا؟ لن أطعمك كل اليوم، خذ هذه الموزة ستأكلها طوال اليوم. صحة وعافية. اسمحي لي بالدخول، أحضرت طعاما للسجناء. آمل ألا توجد حيوانات بالداخل. حصلنا مؤخرا على نمس. أي حيوانات؟ هذا خاطئ. بالتأكيد، هل يمكنني الحصول على هذه الأجنحة؟ أنا جائعة جدا. بالتأكيد، صحة وعافية. أخيرا سآكل، يمكنني تناول الطعام بشكل طبيعي. حسنا، من أين يأتي هذا الشعر؟ أعتقد أنني فهمت. عندي أنا جين، أحضرت دروشكا. حقا، أخيرا، تعبت من الانتظار. طاردته لمدة ساعتين. ها هو دروشكا السريع والرشيق. هذا ليس دروشكا، إنه أرنب. فهمت كل شيء. هذا أنت مرة أخرى مع حيواناتك. ماذا؟ أية حيوانات؟ تحت الأغطية. لا يوجد شيء. مستحيل، بداخله كان هناك شعر ما وصوف. أترين؟ لا شيء، لقد بدا لك. كلا، أعلم أنك تخفي شيئا. عن ماذا تتحدثين؟ لم أرى أي شيء. أحسنت عملا أيها الأرنب، لقد تمكنت من القفز تحت القبعة. قفي، إلى أين تدخلين؟ سأذهب إلى أندي، أنا زوجته، لدينا عائلة وطفل صغير. هل يمكنني الدخول؟ كل ما في الأمر أن الطفل يشتاق إلى والده بالفعل. طفل، بالتأكيد، ادخلي. لم يقل أندي أي شيء عن عائلته. أندي، أنا مرة أخرى، يبدو أن هذه المرة أحضرت لك دروجوك. لماذا لم تقل على الفور أن دروجوك هو كلب؟ دروجوك، في النهاية أنت معي، كم اشتقت إليك، أعطني إياه الآن. إنه ممتلئ الجسم، لا يمكنه المرور عبر القضبان. أوه، أمسكي به، هو يركض. ماذا يحدث؟ لماذا تحول مركز الشرطة إلى حديقة حيوانات؟ أيها الكلب، إلى أين؟ ساعدوني، لقد تعرضت للهجوم. يبدو أنها الفرصة للسماح لأندي للخروج. المفاتيح هنا. تستطيعين إخراجي؟ نعم، حالا ستكون حرا، فقط اختار المفتاح الصحيح. أعتقد أنني أعرف كيف أهدئ هذا الحيوان. هل تريد النقائق؟ أنا أعلم أنك سوف تفعل، اذهب وأحضرها. الآن اذهب معي، هناك عقاب. يا
حسناً حسناً، ماذا تفعل؟ لا شيء، أنا في الواقع هنا. دروجوك، ستكون الآن مع صاحبك. صحيح، سيتعين عليك الجلوس في الزنزانة معاً. أوه صديقي دروجوك، أخيراً نحن مع بعضنا البعض. وأخيراً يمكنني العودة إلى المنزل. وأنت حولت السجن إلى حديقة حيوانات، لذلك ستجلسي خلف القضبان لفترة من الوقت. الآن لن تكونوا حزينين أبداً. وأنا سأذهب لتناول الطعام. الآن أصبح المكان مزدحم، لكن ليس حسناً، الآن سيكون شيء مثير للاهتمام. جدتي لا تنامي. ماذا يوجد؟ ها هي المهمة الأولى، الفطائر. لماذا تجلس وهي أطبخ؟ هذا هو الطبق المفضل لدي. دعونا لا نضيع الوقت، حفيدتي جائعة. أشغل الفرن، أخذ المغرفة ونجمع العجين ونقلي. هذا بسيط جدا. ها هي أول فطيرة لحفيدتي. حسنا، هذا ممل، لا خيال أبدا. سأصنع ألذ فطائر لأختي. هي بالتأكيد ستحب فكرتي. أسكب القليل. الآن دعونا نضيف بعض الألوان. بضع قطرات أخرى. أخلط جيدا الآن. هذا رائع، يبدو مذهل. الآن أرسله إلى المقلاة. يبدو أنه جاهز. أضعه على الطبق قبل أن يحترق. يمكنني صنع الفطائر بكل لون من ألوان قوس قزح. حسناً، سأزين الفطائر بالزبدة والشراب الحلو. شهياً فقط. كم هم جميلون، ملونون جداً. سأضيف المارشميلو إليهم وسأفوز بالتأكيد. مذهل، سيكون لذيذا. وجبة شهية بالفعل. لعب يسيل. أوكي. أضيف المزيد من الرشات الملونة وكل شيء رائع. النتيجة مذهلة. من السيء أن يأكل الأطفال الحلويات، لذلك سأزين طبقي ببيضة مسلوقة. أخذ إناء من الماء وأضعه على الموقد. أتأكد من صنع دوامة فيه وأصب بيضة نية في الماء المغلي. هذا هو السر كله. سأضيف بعض اللحم المقدد إلى الفطائر وأزينها بالسلطة. طبقنا جاهز تقريبا. أقوم بإخراج البيضة بعناية وأضعها على الفطائر. اللمسة الأخيرة هي رشات البقدونس. وأنا جاهزة لتقديم الطبق. مذهل، أنا فخورة بنفسي. شو مقزز؟ هل انتهيتم؟ لنجرب. رائع، كلهم شهيين. ربما سأبدأ من هذا. نيام نيام، إنه لذيذ فعلا. واو، هؤلاء مشرقون جدا ولذيذون أيضا. من الواضح أن هذا هو المفضل لدي. إذن ماذا لدينا هنا؟ هذا مرعب، لن أجربه حتى. الفطائر الملونة تفوز، إنها شهية للغاية. الآن أنا أريد البيتزا. نعم، لنفعلها. اختيار موفق. أولاً سأقطع قطعة من العجينة. سأخذ معجون الطماطم وأدهنه جيداً على البيتزا. يجب أن أفعل ذلك بحذر لكي لا أتسخ. هكذا، من الجيد أن تكون فرشاتي دائماً مفيدة. بمساعدتها يمكنني الطهي بشكل أسرع. أبشر الجبن وسوف يتحول إلى شيء لذيذ. أخيراً أخذ البيبروني. البيتزا جاهزة تقريباً. ماذا تفعل؟ أوبس، أنت أخرق. لقد أضعت البيتزا. ماذا هذا لي؟
شكرا لك. لدي فكرة، سأصنع بيتزا حلوة وستكون الأروع. سأضيف المارشميلو بدلا من الصلصة. البيتزا ستكون لذيذة جدا وجميلة. ماذا لدينا هنا؟ سكيتلز، هذا يعمل بالنسبة لي. أنا سأستخدمه كحشوة. يا لها من ألوان مشرقة جدا، مثالي. أنا بحاجة إلى الخروج بشيء غير عادي الآن. نعم لدي فكرة، سألون البيتزا الخاصة بي باللون الأسود. دعونا نضيف بعض الصبغة وأقوم بمدها. أقوم بذلك بمساعدة الفرشاة. قاعدة البيتزا السوداء جاهزة. أخذ صلصة الطماطم وأوزعها بالتساوي على العجينة. هكذا، هذا جيد بالفعل. كنت أن أنتهي. طبعاً ما هي البيتزا بدون جبن؟ لا يمكنني أن أقلل أو أبخل. نعم يبقى إضافة الحشوة. أعتقد أن المأكولات البحرية مثالية لمثل هذه البيتزا غير العادية. جميل فقط. طهاتنا مستعدون لوضع البيتزا الخاصة بهم في الفرن. جاهز، يمكن تقديم البيتزا الساخنة إلى الطاولة. أو لا، ماذا حدث للبيتزا؟ لقد دمرت. البيتزا الخاصة بي جيدة. يا لها من رائحة جميلة. حان وقت التزريب. واو واو، ما هذه البيتزا الغريبة؟ هل هي سوداء؟ لماذا توجد أصداف عليها؟ فو رائعة، هذه بيتزا نابضة بالحياة مشرقة. لنجرب. إنها غريبة لكن عادية. ماذا لدينا هنا؟ بيتزا البيبروني المفضلة لدي، لذيذة جدا. فازت هذه البيتزا. شكرا حفيدتي، شهية طيبة. الآن أريد الآيس كريم. سأصنع آيس كريم لذيذ لحفيدتي. بالطبع سأضيف إليه الكعكة. أستطيع أن أتخيل بالفعل كم ستحب الحلوى. حان وقت البيض. أهم شيء هو التقطيع الجدي لكل قطعة، لذلك أخذ المشاحف وأبدأ في طحن الكعكة في أسرع وقت ممكن. ما هذا؟ لماذا أنا مغطاة بالبسكويت؟ أيها الشاب، كيف تسمح لنفسك؟ آسف، لقد بلغت قليلاً. ماذا يمكن أن يكون أسهل؟ سأصنع أفضل آيس كريم على الإطلاق. سيكون مثالي كما هو الحال دايماً. حان الوقت لإضافة التزيين. أبشر القليل من قشر البرتقال. الجميع يحب هذا اللون. وإلى أين بدون أوراق النعناع؟ والآن المكون السري الخاص بي، أضيف الماء المبخر. كم هو جميل. مرة أخرى مع هذا الهراء. علي أن أطبخ بحب فقط، وبهذه الطريقة فقط سيصبح الطبق أكثر لذة. يبدو أن هناك خطأ ما. هذه الأطباق العصرية الحديثة. كنت أن أنتهي. يبقى أن أسكب الشراب المفضل لدي، ويمكن أن أقدم الطبق لحفيدتي. هكذا، جاهز؟ جميل. حسناً، الآيس كريم جاهز. يبقى فقط وضعه في وعاء وتزيينه. أوكي. نعم، أعتقد أنني على الطريق الصحيح. هذا يبدو جميلاً. وإلى أين بدون كريمة مخفوقة؟ أختي تحبها فقط. مدهش. سأخذ سكيتلز للزينة، هي مشرقة جداً، والآيس كريم سيكون أجمل. وأيضاً بعض الأوريو المفضلة لدينا، وأنابيب حلوة أضيفها هنا. هناك شيء مفقود. واو، شراب الشوكولاتة. هل يمكنني أخذ البعض منه؟ ممتاز، شكراً. تم الانتهاء من اللمسات الأخيرة. جاهز.
هل أنتم مستعدون للتباهي بالآيس كريم الخاص بكم؟ من أين سأبدأ؟ هناك الكثير. سأجرب هذا. إنه ألذ آيس كريم في حياتي. لذيذ جدا. إذن لنرى ماذا لدينا هنا. ماذا؟ لماذا توجد ورقة هنا؟ هذا غريب. دعونا نجربه بدون هذه الورقة الخضراء. فو، هذا مرعب. لا أريد أن أكله. لنجرب آخر واحد. إنه غريب قليلا لكنه لذيذ. إذن الفائز هو هذا الآيس كريم. نعم أنا ربح.